بداية هذا واحد المعرض، من هذا واحد المعرض ديال الأجيال الفنية. كنا درنا المعرض الأول ديال الأجيال الفنية ديال واحد النادي، نادي في 2000 تشكيلي، كنت أسسته في 2015 ودابا دازت يعني 9 سنوات ديال التأسيس ديالو. كان مرسوم فيه الفن والتشكيل، وعندي أجيال ديال الأطفال ديال الكبارين شوية، وأنا معاهم في هذا المعرض مشارك. هذا المعرض الثاني اللي درناه في مدينة عائش في الفضاء ديال زوجو، تابع لجمعية قطار المستقبل. هذا المعرض بالنسبة لي كيمثل لي واحد الحدث فني اللي هو متميز، ما سبقلوش يدار هذا المعرض هذا في المدينة. حنايا المعرض جمعنا وكاين هاد الأجيال بالأساليب ديالو، يعني الأساليب الفنية. المواضيع اللي تطرقنا لها عندها علاقة العدد ديال المشاركين هذه السنة، عدد المشاركين واللوحات المعروضة، اللوحات المعروضة 183 لوحة، وعدد المشاركين 53 مشارك. 153 ولا 153؟ ها؟ 153 قلتي لي قبيلات. بعد المونتاج ديال التحديث 153 لا بزاف، 153 مشارك. بعد المونتاج اوكي. 51 مشارك. هذا المعرض 51 مشارك و 183 لوحة اللي تعرضت في المعرض. المواضيع اللي كانت تطرقوها، المواضيع اللي كانت تقربوا بها الطبيعة، تقربوا بها الطبيعة، وفيها عناصر ديال الطفولة، فيها عناصر ديال الطبيعة اللي عندها علاقة بالفصول، الفصول الأربعة، الألوان ديالها. كل واحد كيفاش كيعبر، يعني أنا كنعطيهم موضوع كنقول لهم يعبروا عليه بطريقة كيف ما بغاو، ماشي يعبروا بالطريقة اللي بغاو. كاين فرق بين الجملة والجملة. المثال كنرسمو ملي كيوصل فصل الربيع، كنرسمو الأزهار، كنرسمو الفراشات، هادو رموز ديال فصل الربيع، في نفس الوقت رموز الطفولية. كاين انطباعات، حتى هي انطباعات فنية، يمكن انطباعات ديال البحر، انطباعات ديال مشهد بالليل، ديال القمر، ديال واحد مجموعة ديال المواضيع. كاين الأشجار، كاين الطيور، كاين أنواع ديال الطيور. الطفل أولى ديك الموهوب، يعني كيتقرب الموضوع عن طريق التعبير ديالو، التعبير عنهم بالأشكال وبالألوان والتدرج اللوني. وكنستعملوا تقنيات كثيرة ديال الصباغة، كاين الصباغة ديال الأكواريل، الصباغة المائية، كاين الأكريليك، كاين أقلام ملونة. هو كينسجموا مع الأجواء اللي عندي في النادي، وكيبقاو يتحسنوا في التعبير الفني شوية شوية. هذا كنخلق لهم واحد النوع ديال الفرحة النفسية، وفي نفس الوقت كيرجع لنا واحد الثقة في الناس، وكيرجع لنا واحد الطموح. المعرض كتلاحظ فيه ها الرسم ديال الطفل، ها كيفاش يقدر يرجع ملي كبر، ومن بعد كيفاش يقدر يرجع فنان. دابا الأجيال كاملة مشاركة، كاين 4 ديال الأجيال، كاين 4 ديال الأجيال، خاصني نسالو ونصورو، المهم معاهم، كاين 4 ديال الأجيال، وأنا عارض معاهم، يعني المؤثر ديال نادي الفنون الجميلة، والمؤسس ديالو، المؤثر ديالو كفنان تشكيلي. وهنا غادي نوضع واحد النقطة، ماشي واحد السؤال، هو أن هاد الصغار غادي يبقاو ديما يتفكروا بأنهم عرضوا مع الأستاذ ديالو، يعني يشاركوا في المعرض مع الأستاذ ديالو. هذا واحد النوع ديال يعني التقدير، وديال يعني أنا كنمثل لهم بحال واحد القدوة، كيبقاو ذكريات من بعد ملي كيكبر، وأنه كيشق الطريق الفني ديالو، المسار الفني ديالو، حتى هو كيولي عنده واحد الثقة في الناس أنه يرجع في من تشكيلي محترف. هذا واحد الجانب. نعم، وبالنسبة للأطفال يعني الانطباعات ديالهم كاملين بمسنا، بعد عندهم واحد الثقة في التشكيلية، بحيث
الأسئلة اللي طرحت عليهم كلهم يعني كي كنحاول نقيم معهم اللوحات ديالهم، عندهم واحد الثقافة تشكيلية وعندهم واحد الرؤية على تقييم إلا بغيت تقول حتى النقد ديال العمل ديالهم طبعا. وهذا مسألة كيعطي واحد، لأن الأطفال كيتكونوا واحد الثقافة تشكيلية يعني كيتشبعوا بالقيم التشكيلية. هاد الثقافة التشكيلية كتبدا من عندي أنا في النادي ديال 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 الفنون الجميلة. ألوغ من بعد إذا كان واحد التشابه بين هاد المواضيع والتقنيات مقارنة مع التربية الفنية اللي كنقريو، لأن كاين تلامد عندي في النادي هما في حد ذاتهم تلامد عندي في المدرسة. أنا كنقري التربية الفنية بالنسبة للابتدائي، كنقري التربية التشكيلية بالنسبة للإعدادي يعني الثانوي الإعدادي. إذا كانت عندهم واحد صلة تواصل يعني داك الشيء اللي كيبداو عندي بالتقنيات كيكملوا عليه في الدروس ديال المدرسة، مثلا في المنزل ديالهم إذا كانوا الآباء حتى هما عندهم واحد الإلمام بهاد اللغة التشكيلية، هما كيعطيو واحد الرصيد انطلاقا مثلا الفنان يقدر يشوفوهم عاملين معارض، يقدر يشوفوا الفيديوهات، يقدر يقراو مثلا يشوفوا لوحة في كتاب، يقدر تكون شي قصة عندها علاقة بالرصد. شوية كيولي عندهم واحد الرصيد المعرفي، عندهم واحد الباكاج، الباكاج كيبقاو يتنمو شوية، كتولي عندهم تصور فني إلى آخره. أنا كنركز على المسألة ديال التقنيات، حيت ملي كيجيو عندي كيكتشفوا ديك العالم الفني، كنعرفهم على بعض التقنيات، هذيك التقنيات وسيلة للتعبير، لأنه مثلا كيعجبو شي موضوع من بعد غادي يرجع بوحدو كيعجبو موضوع وخصو يعبر عليه، كيكون ديجا أنه تمكن من التقنيات ديال الراس، حتى الراس خصو واحد الوسيلة باش يمكن تعبر به، ديك الوسيلة تما كيكون عندهم واحد النقص، كيكون عندهم واحد التعطل. وهذا المعرض هذا كيتيح إمكانية ديال اللقاء مع الأسر ومع الآباء والأمهات وإلى حد ما. بس غادي نتكرر هذه المسألة، هذه الانسجام اللي كيتخلق داخل النادي طبعا. اندماج ديال الأسرة مع هي كترجع للثقافة التشكيلية باش يمكن المشاركة للآباء يعني طبعا المشاركة للآباء وأنهم كيجيو يحضروا المعرض وكيجيو ولادهم وديك الفرحة، كيبقى واحد تجاوب وكتوقع واحد يعني واحد محبة بين المواهب والآباء ديالهم والأمهات، يعني كيشوفوهم هما اللي هما السبب أنهم باش وصل لهم النادي، هما كيشريو لهم الأدوات ديال الراس، هما كيخلصوا واحد القيمة مادية ديال النادي اللي عندي. هاد المحبة هذه تقدر تنمي فيها ديك الرغبة بأنه يكمل. بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للحضور المعرض كان تمييز واحد الحضور متميز، يعني من حيث نقول الأجيال الفنية طلبة إلى آخره وأساتذة ديال الفن التشكيلي، بالإضافة إلى حضور يعني وضيوف ديال المعرض، يمكن تقول على التفاعل اللي تم حدث حيث لاحظنا انطباعات يعني تقييم إيجابي لهذا العرض هذا. هو التقييم الايجابي جا من انني وعدتهم بان غادي نديروا واحد المعرض، وهم بالنسبه لهم كان مفاجاه، ما كانش شي معرض عادي، انا ما تصوروش المعرض يكون بالطريقه، يعني معرض ديال اللوحات، وعاد هما يعني ما كيعرفوش بعضياتهم. ملي كيجي عندي مثلا واحد الفوج ديال السافه واحد النهار، راه اكثريه ما كيعرفوش اللوحات ديال ديك الفوج الاخر، حتى ديك الوالدين ديالهم ما كيعرفوش الاعمال بعضياتهم. ملي تجمعوا في معرض عطى واحد التقييم، عطى واحد الفالور، زادت واحد القيمه، وكانت مفاجات مع الفضاء اللي هو مع هو تاريخي، عطى واحد الجماليه حتى الشيء. كاين هاد الاقواس، كاين هاد الاقواس هنايا، كاين هاد المواد ديال الخشب اللي كاينه في هذا، كاين هاد الاناره هادي بهاد السراج ولا هاد الفانوس اللي هو تقليدي، مع اللوحات بالالوان وفيهم الطبيعه وفيهم يعني بحال الجاليري، يعني معرض يعني بحال الرواق. بحال الرواق يعني بحال الرواق، حنا ما عندناش الرواق مدينه العرائش، هذا جا نطلقوا هذا المصطلح، حاجه مناسب انه الرواق اللي هذا العرض مناسب للعرض ديال الفن التشكيلي، هذا هو اللي زاد واحد القيمه مضافه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يزوروا المعرض، يعني واش يكون عندهم شي مده ديال الافتتاح ديالو حتى النهايه ديال الفتره اللي غيتم فيها؟ طبعا مده شهر، حنا ما كسبناش مده المعرض في الملصق، ولكن كسبناها في اللافته، حيت خلينا ديك النهار ديال الافتتاح يكون قوي ومهم، لان باش ما نجعلوش المشاهد يقول
راه المعاد راه شهر ما مشيلوش هذيك النهار خلي طب باقي الوقت. حنا تعمدنا نديرو في الملتقى بان كاينه غير النهار فيه الندوه وفيه الافتتاح. عقلنا فيه تعملنا فيها لمده شحال المعرض يبقى شهر المعرض 16. بالاضافه لذلك الزيارات الجماعيه يعني واش كاينه شي استقبال ديال سواء مؤسسات او مؤسسات او خواص يعني يمكن دابا مؤسسات يعني عندكم شي برنامج موازي؟ ما عندناش شي برنامج ولكن او كتقترحوا شي يمكن برنامج مفتوح يكون الزيارات الموازيه؟ هي زياره موازيه من جمعيات ديال الاطفال ديال الجمعيات الثقافيه جمعيات التنمويه جمعيات كاين ديال العرائش. حنا كنرحبوا باي واحد لان هذه فرصه ديال الفرصه باش زعما نساهموا في تطوير الثقافة البصرية. حنا باقي دابا ناقصين شوية الثقافة البصرية. هذه فرصة كبيرة هذه ديال المعرض التشكيلي. حنا متعودين كنشوفوا الصور معرض الصور معرض أزياء معرض أما الثقافة ديال الصورة التشكيلية حنايا باقي ناقصين فرصة في مدينة العرائش. هذه فرصة كبيرة كنرحبوا بأي واحد وكنقولوا له شكرا. والميزة ديال السنة هو أن المعرض افتتح بندوة يعني حول دور الفن التشكيلي في تكوين شخصية الطيب وكانوا أساتذة كفاءات وكاين اللي كانوا دايرين البحوث ديالهم على هذا الموضوع جا مناسب للمعرض وعطى واحد التزكية وعطى واحد يعني كملناها بتوصيات يعني شرحوا يعني هذه الثقافة الصورة كيفاش يمكن تأثر على المتعلم بشكل إيجابي أو لا يكون معالج أو لا يكون معالج إلى آخره. هذه الندوة مهمة بزاف. أهم هذا هو المخرجات ديال هذه الندوة والتوصيات ديالها اللي أعطات يعني واحد التأثير يعني واحد التصور تطوير يعني الفن التشكيلي بصفة عامة عند سواء عند الأطفال أو والأهمية ديالو مرسوم خاص دعوا يعني الدعم ديال